تحت شعار دم وريدي من وريدك أطلقت اليوم في محافظة إربد حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين. وشهدت الحملة التي ستستمر لخمسة أيام إقبالا من قبل المواطنين وخاصة فئة الشباب الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين ودعمهم. منسقو الحملة دعوا المواطنين إلى المشاركة في الحملة والتوجه إلى بنك الدم قرب مستشفى الأميرة بديعة في مدينة إربد. نحن اليوم موجودين ببنك الدم الأردن بإربد، حاليا عاملين حملة تبرع بالدم اسمها دم وريدي بوريدك، حملة الإيمان لمصابين غزة. نحن بنهدف بهاي الحملة للتبرع بإخواننا بفلسطين، وإن شاء الله نوصل لألف وحدة دم. الحملة هي فكرة شبابية، وإحنا تبنينا هذه الحملة، سميناها حملة الإيمان دم وريدي بوريدك لأنه إحنا مؤمنين بالقضية ومؤمنين أنه النصر حتما إن شاء الله قريب. هي حملة تطوعية للتبرع بالدم لأهلنا في غزة، هي راح تبلش من اليوم، بلشت لنهاية يوم الخميس إن شاء الله على الساعة 2:00، مستمرة من الساعة 10 للساعة 2:00.